فالقانون صدر، وكنت بتابع مركز المعلومات وعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، كل شوية يطلع ينفي إشاعة إنه هيتم تسريح مرة 1.5 مليون، مرة 2 مليون موظف بعد صدور القانون. فمعنى إن الإشاعة تفضل تتكرر وتتقال ونكرر النفي، فيبقى التخوف موجود وبقوة. فلو أفهم من حضرتك يعني إيه الشروط المتعلقة إن الموظف ده بعد زي ما فهمت حضرتك في أكتر من مرة ولقاء يستنزف كل المهل ويتدرب ونشوف إيه أصلح مكان، يجي ساعتها القرار إنه هذا الشخص لا يصلح. أنا بس عايز أوضح حاجة يا دكتور هاني، معلش. أنا حالي حال الدولة كل ككل، مش أنا لوحدي الدولة المستهدفة. هو الهدف كان الهدف لدى البعض إثارة البلبلة، عايز يرسل رسائل سلبية. في فترة من الفترات قال لك تسريح واتنين مليون أول تطبيق القانون، أي. وعلى عكس من ذلك صدر قرار حوالي ترقيد أكثر من 300 ألف موظف. احنا حاليا دلوقتي بنبحث، في كنت مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، وضع خطة للتدريب لتنمية قدرات الموظفين، على عكس ما بيصار دايما. احنا الهدف، احنا الامر واضح لينا كدولة ككل ان في تحديات، وبرضه الجهاز الاداري او عمليه الاصلاح الاداري للجهاز الاداري له برضه تحديات، وشاننا شان برضه باقي مؤسسات الدولة بنتواجه بسيل من الرسائل السلبية، سيل من الاشاعات. بس انا احب اطمن الساده المشاهدين، لا بنستهدف، انا مش هقول لحضرتك ان احنا هيبقى في حياه ورديه للموظفين في الفتره اللي جايه، لا يؤسفنا اقول لا. امال هيبقى في ايه؟ هيبقى في توازن، هيبقى في توازن، هيبقى في عمل، وعلى قد عملك هيكون الثواب. ما فيش عمل هنضطر نقيمك ايوه مره تانية بقى.